انت منتظر طبعا لغايه اخر ثانيه على امل ان يجي لي صوت كمان وتاهل للمرحله اللي بعد كده وتاهل للتصفيات النهائيه، بس الحمد لله يعني للاسف بيت مصر هيغادرنا، فاحنا بنعتذر جدا. مش معناها ان انت يعني ما عندكش مشروع مهم، ولكن ده راي الحكام انه اللي يستمر هم اين وتوريدات. عايز زعلان عشان بقى وغير صعب ده عشان كنت اكسب انجازك كبير.